مرحبا واهلا وسهلا فيكم معي مرة تانية بالمطبخ. اليوم رح اعمل كيكة بالشوكولاتة. رح افرجيكم كيف بنقيس المقادير الجافة والسائلة. في عندي هون هاي الاكواب القياسية، بستخدمها لقياس المقادير الجافة مثل السكر والطحين، وفي عندي طبعا هون كمان هاي ملاعق قياسية لقياس الملح والبيكنج باودر والبيكنج سودا. عندي هذا كوب زجاجي بقيس فيه المقادير السائلة مثل الحليب أو اللبن الخاثر مثل اللي رح أستعمله اليوم. رح أبدأ اليوم بالكيكة اللي رح تكون كل مقاديرها رح تنحط مع بعض بوعاء الخلاط. أنا هون في عندي ميزان، رح كمان وإحنا بنكيل نقيس الوزن كمان. أول خطوة رح أبدأ اني انا اقيس كمية السكر. كمية السكر عندي كوب وثلث. في عندي هذا الكوب، بس لانه المرتبان عندي هون فتحته صغيرة رح استخدم النص كوباية، فرح اخذ منها تنتين. دايما لما نيجي نقيس لازم نمسح، يعني ما نخليها طالعة فوق المستوى. هذا نص. أنا عندي هون بالأونصة، عم بيقيس بالأونصة، ممكن أحوله لجرام. نص الكوب تقريباً 93 جرام. رح أخذ كمان نص عشان يصير هيك كوباية. هون هيك صار عندي كوباية سكر زائد، إذا بدكم بالأونصة كوباية السكر 185 جرام وبالأونصة 6.5. هلا رح ناخد مقدار ثلث كوب. يعني المجموع عنا 248 جرام أو 8.7 أونصة. رح أخذهم وعلى طول بوعاء الخلاط رح أنخلهم عشان لو في تكتلات تروح. الطحين انا رح استخدم هون طحين متعدد الاستعمالات ومش مبيض، يعني مش مضاف لمواد مبيضه. الكميه رح استعملها هي كوب واحد بس. هذا مقدار الكوب عندي. الطريقه انه انا باخذ بالمعلقه، اول شيء بحركه شوي عشان ما يكون متكتل، بعدين ببدا اضيف معلقه بالكوبايه القياسيه. باخذ زيادة شوي لفوق وبعدين بالمعلقة بمسح عشان يطلع عندي المقدار مظبوط. هذا هيك كوب طحين. رح اوزن لكم اياه، بدي اصفر الميزان. بالجرام كوب الطحين عبارة عن 129 جرام وبالأونصة 4.5. هلا رح اخده وكمان انخله فوق السكر. عشان لو في اي تكتلات تروح. هالكيكة سهلة كتير، هي كيكة سفنجية. مقاديرها كتير سهلة، كلها بتنحط بنفس الوعاء. هلا في عندي هون كاكاو بودرة سادة، مش مضاف له سكر. رح احتاج منه نص كوباية زائد معلقتين ونص كبار. هلا بفرجيكم كيف بنقيسهم. اول شي بدنا نقيس النص كوباية، نص كوب هون عندي. نفس طريقة الطحين، اني انا بضيف بالمعلقة. طبعا شوفوا كيف متكتل الكاكاو البودرة، عشان هيك لازم رح افرجيكم قديش وزنه كمان. نص الكوب. ثلاثة واربعين جرام تقريبا وبالأونصة 1.5. ورح احتاج كمان معلقتين ونص كبار. المعلقتين ونص كبار بدي اقيسهم بهاي الميجرينج سبون
هاي وحده وهاي تنتين. ونص، نص المعلقة هي عبارة عن معلقة ونص صغار، لأنه المعلقة الكبيرة عبارة عن ثلاث معالق صغار، فلما أقول نص معلقة كبيرة يعني معلقة ونص صغار. هو الخبز هيك لازم يكون دقيق يعني، مش عشان تطلع النتيجة عنا منيحة. هاي معلقة صغيرة وهاي نص معلقة صغيرة، هيك صار في عنا معلقتين ونص كبار اللي هي 56 جرام أو 2 أونصة، سو 2 أونصة كاكاو بودرة. كمان رح أنخلهم فوق باقي المقادير الجافة. شوفوا كيف الكاكاو فيه كتير كتل، عشان هيك لازم ضروري إني أنخله. في البيكنج باودر والبيكنج صودا والملح، في عندي هون ربع معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة ملح، ثلاث أرباع معلقة بيكنج باودر، هذا الربع، وهي كمان ربع، ربع ثالث، البيكنج صودا رح أحتاج لمعلقة وربع منها. هاي ربع معلقة، بدي كمان معلقة صغيرة بيكنج صودا، هيك المقادير الجافة عندي صارت جاهزة. رح أحتاج بهاي الوصفة لست معالق كبار زبدة مسيحة. أنا عندي هذا القالب 113 جرام مقسم لثمان معالق، رح أخذ منهم ستة وأسيحهم بالمايكرويف بهذا الصحن. المعلقتين الكبار اللي بضلوا رح أحضر فيهم القوالب اللي رح أخبز فيهم الكيك. حطهم هون بالصحن عندي وحطهم بالمايكرويف لحد ما يسيحوا. أنا في عندي هون قلبين، قطر الواحد 20 سنتيمتر أو 8 إنش، قصيت دائرتين ورق خبز، رح أدهن بالفرشاية القلبين منيح بالزبدة. رح أدهن الجوانب كمان. نحط الورقة بقاع الصينية بالضبط، الثانية كمان رح أرجع أدهن الورقة كمان. هلأ رح أرش كاكاو بودرة بقاع الصينية بدل الطحين، عشان الطحين لونه أبيض فما يبين بال بقاع الصينية لما أدهنها. مثل هيك بلفها على الداير. حاول أتخلص من الكمية الزايدة. أنا شغلت الفرن هون على 350، حطيت الرف بنص الفرن، رح أخبز على نص الفرن دايما الكيك، رح أتركه لما يحمى. أنا عندي هون المقادير الجافة كلها مع بعض اللي نخلناها مع بعض، رح بس أحركهم مع بعض شوي. في عندي هون بيضتين حجم كبير رح أستعملهم. هلأ المقادير السائلة هاي كلها رح أضيفها مرة واحدة، هاي الزبدة اللي سيحتها. في عندي معلقة صغيرة فانيلا، في عندي هذا البتر ميلك أو اللبن الخافر، قبل ما أقيسه بخضه وباخذ منه نص كوب. دائما لما تقيسوا السوائل تنزلوا بمستوى الكوب، تطلعوا عليه هون. هلا لما اوصل لنص الخط بوقف،
هذا نص كوب ما بطلع عليه من هون وبقيس لأنه راح يطلع غلط القياس، ما بطلع من فوق، لا بطلع من مستوى الكوب. في عندي هون نص كوب لبن خاثر، هلا بوقف الخلاط بحركهم شوي مع بعض بس يختلطوا مظبوط. هلا راح اضيف كل السوائل مع بعض وبعدين بشغل. راح اضيف البيضتين، الزبده المسيحه، اللبن الخاثر هذا اللي هو نص كوب، بس انا كمان بدي معلقتين ونص كبار. فهلا راح افرجيكم بدنا نقيس معلقتين ونص كبار. احنا قلنا بنقيس معلقتين ونص كبار، هاي معلقه وهاي معلقه ونص، معلقه كبيره يعني معلقه ونص صغار، معلقه ونص. هيك صارت كمية اللبن الخاثر مظبوطة. هلا رح احتاج اقيس القهوة. في عندي هون قهوة سخنة، قهوة امريكية سخنة، انا هلا عملتها بدها تكون سخنة لما نستخدمها لازم. بحتاج منها نفس مقدار اللبن الخاثر، رح اقيس نص كوب. طبعا لازم تكون سخنة كتير لما استعملها. اصبها على طول فوق المقادير. ونفس الشيء معلقتين ونص كبار. مستحسن ابعد او اصب شوي شوي. معلقتين ونص، معلقة ونص، اوكي. وكمان رح اضيف الفانيلا معلقة صغيرة. هي سهلة الكيكة لانه تنعمل كلها. هلا رح اشغل الخلاط على سرعة بطيئة بالاول، بعدين بزيدها شوي شوي لحد ما يختلطوا بس مع بعض. رح احرف الداير هون، انزله اثناء التخيط. شوفوا كيف على الداير ما كان مختلط منيح. ورح اقوي سرعة الخلاط لحد ما يختلطوا مع بعض. بتحركوا الخليط هيك منيح لحد ما يختلط مع بعضه. لا تستغربوا اذا كان خفيف، هو هيك مش حتكون تخينه هاي الكيكه. اوكي، رح اقسم الخليط من النص بين القلبين. بصب هون كميه وبرجع بصب هون كميه ثانيه، بحاول اخليهم يكونوا متساويين. رح نحط الكيك بالفرن، رح نعير له تقريبا 20 دقيقة. رح نحكي مقادير الكريمة اللي رح نحشي فيها الكيكة ونغلفها فيها. عندي هون باوند شوكولاتة، الباوند 227 جرام تقريبا، هون 225. هاي الشوكولاتة مرة مش محلية، 8 اونس فيها. هادي سيمي سويت يعني نص حلا، كمان 8 اونس. رح استخدم ربع ملعقة صغيرة ملح، كوبين كريمة ويبين كريم، في معلقتين كبار عسل، ومعلقة ونص صغار فانيلا سائلة. أول خطوة رح آخذ الكريمة وأحطها بطنجرة صغيرة. كل الكمية هي عبارة عن 2 كوب أو 500 ملي. رح اضيف لها معلقتين كبار عسل، وهاخذ معلقتين كبار العسل. رح اضيف ربع ملعقة صغيرة ملح. رح اخذ هاي الكريمة واحطها على النار واتركها لما تغلي. رح افرم الشوكولاتة. غليت عندي هون الكريمة والعسل، على طول رح أصبها فوق الشوكولاتة اللي قطعتها.
رح اتركهم 5 دقائق بعدين اجي ابلش احركهم. هون الكيك طلع عندي من الفرن، اخذ تقريبا 20 دقيقة، تركته 10 دقائق بالضبط. هلا رح اطلعه من القوالب. حقلبها شوي شوي. رح نبدأ نحرك الكريمة مع الشوكولاتة. هتلاحظوا هي انه هي مش متجانسة بالمرة من الأول، بس شوي 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 رح تحول لكريمة، قوامها حلو. رح نضيف معلقة ونص صغار فانيلا سائلة على القناش، رح أحركها وأتركها إما بحرارة الغرفة لحد ما تتماسك، أو بحطها بالثلاجة، بغطيها بنايلون وبحطها بالثلاجة، بس بدي أحركها كل شوي لحد ما توصل لدرجة السمك المطلوبة مني عشان أقدر أحشي فيها الكيك. بديها تكون شوي جامدة، رح أفرجيك. شوفوا كيف الكريمة جمدت وصارت قابلة للمد والحشي في الكيكة. أنا عندي هون الصحن اللي بدي أقدم فيه، رح أحط شوية كريمة هيك بقاعه عشان تلزق فيها الكيكة، وأنا هون قصيت ورق علشان لما أجي أصب عليها الكريمة ما تتوسخ أطراف الصحن. رح أخذ طبقة من طبقات الكيك وأحطها. أوكي، رح أخذ كمية، ثلث الكمية تقريبا، وأحشي فيها الكريمة. اللي بتزيد ممكن تحطوها بالثلاجة، تغطوها تحطوها في الثلاجة، ممكن تضلها أسبوع ما بصير لها إشي. راح أفردها، شوف كيف صارت قابلة للفرد. الطبقة الثانية من الكيك وبقلبها بالعكس، يعني هذا اللي كان فوق. أحطها بضغط عليها شوي. رح اخذ طبقة خفيفة وادهنها. بحاول اسكر الجوانب كمان. طبعا هاي مش التغليفة النهائية، هلأ بس تجمد الكيكة بحطها بالثلاجة شوي، نص ساعة زمن بس تجمد مزبوط. رح أسيح القناش اللي ضل وأصبه صب على الكيكة يعطيها التغليفة النهائية. بس أنا بعمل هيك هاي الطبقة مشان الفتافيت هاي تبعت الكيك تضلها محشورة جوا وما تخرب الشكل النهائي تبعها. القناش اللي زاد عندي أنا سخنته بالمايكرويف شوي حوالي 30 ثانية لحد ما رجع ساح مرة تانية عندي، راح أصبه فوق الكيكة الباردة. راح نتركه ينزل على الجوانب، راح نظبط الجوانب. فيكم تزينوا بالطريقة اللي بتحبوها. أنا هون زينت ببسكوت قطع، لزقته بنفس القناش فروستينج على الداير، وجبت لوح شوكولاتة وبقشرة الخضار عملت شيفينجز على الوجه، نوع من التزيين. هلا رح أشيل الورق شوي شوي بهدوء عشان ما نوسخ الصحن التقديم. صحتين وعافية، وبشوفكم فيديو قادم. مع السلامة.